كابتن عبد الجليل كولر. كولر لو انت مكان كولر هو نقاط الضعف في الزمالك اللي هتلعب عليه بالظبط. كولر بقاله فتره احنا عارفين اسلوبه كابتن، ما عندوش ماتش الزمالك، ما عندوش ماتش صغير، باسلوبه بيضغط واسلوبه بيلعب بنفس الناس، ما بيغيرش كتير في التشكيل مهما حصل. يعني انت بتقول لي داري مش كولر نوعيه ان عشان جاب واحد هو جايب اعطيت الله بقى، ما فيش حد في الباك فلازم يلعب، وده لعيب داري لعيب منتخب وده. بس ياسر ورامي الاثنين شغالين ورجليهم فصعب. هو ياسر ما منتخب برضه يعني، ياسر مش لعيب صغير يعني، طبعا كبير يعني، ورامي هداف الفرقه دلوقتي الله اعلم. كولر بيقرا ازاي يا كابتن المفاتيح؟ هيعتمد على مين في الاهلي؟ او انت بتقول لي مفاتيح لعبه ايه؟ الاهلي عنده ميزه ان عنده مفاتيح من كل حته، يعني عنده بيرسيتاو مفتاح، عنده حسين مفتاح، وسام بيخلص له، عنده نص الملعب ده الستاره دي مش موجوده في اي نادي في حته، الاكرم وامام مروان وامام مروان، لا الثلاثه دول فيهم كل فيهم بيهاجموا وبيدافعوا يعني بياكلوا الرجلين. غير بدائل بتتكلم في كوكا والسوليه وقفشه، حلو دول الثلاث بدائل بتوعهم. انا بقول لك ان كولر هيلعب على كل واحد من كل خط، هيراهن على وسام او بيرسيتاو، انا بكلمك بامانه، ونص الملعب واحد من اكرم مروان هيبقى معتمد عليهم قوي، وسام وبيرسيتاو وحسين الشحات. حسين الشحات بيتألق في مباراه القمه. اوكي ما هو حسين خلاص ده اوريدي، انا بكلمك على اللي ممكن يبقى حاجه جديده، ستايل جديد، شغل جديد. وسام عطيه الله ان هيعتمد عليه جامد جدا برضو. الاثنين ما يقدرش يستغنى عنهم والاعتماد كل جزء اللي هو مروان واكرم ده يعني، ودول مكسب الاهلي. لو جوميز لعب بعبد الله وناصر ودونجا هيتفرموا، وانا بايد استاذ بليغ، لازم شحاته مع دونجا في نص الملعب، اتنين هريسه، وواحد من عبد الله او ناصر، وطبعا عبد الله اللي يبتدي، لان عبد الله عند الراجل ده ما بيخرجش من الملعب، وعبد الله بيعرف ازاي يمسك الكره، وناصر ينزل. انما لو ابتدى بعبد الله وناصر ودونجا على الثلاثه دول، لا صعبه صعبه قوي. مين هيبقى جوكر الاهلي في الماتش ده؟ يعني افضل لعيب في الاهلي في رايك؟ يعني انا حاسس ان وسام، وسام وعلي. وسام ايوه، وحاسس ان هو هيجيب جونين كمان يعني، مش عارف ليه يعني. مين يتعمل له 100 حساب في الزمالك؟ زيزو، الجزيري، برغم ان انا عارف ان هو بيلعب ماتش وخمسه، لا بس في ماتشات القمه انا بلاقيه جامد. جزيري وزيزو وعبد الله بامانه، الباقي وشيكابالا لما بينزل، انت عارف شيكابالا لما بينزل يا كابتن، حتى لو وقف في الملعب خمس دقائق دي تقله، دي شكله في لحظه ممكن يخلص لك كوره، ويمكن الماتش اللي جاب فيه الجون في الاهلي جاب جون، وهو اللي هو بتاع القضيه، لا شيكابالا جايب جون عالمي اللي هو رقص وحطها في المقص. لعيبه الزمالك برضو بتحس ان شيكابالا، عارف انت بيبقى ليك كبير وليك يعني، الزمالك ايام فرجاني وبن شرقي وطارق حامد وشيكابالا، بص خمسه سته تبص، ما كانش زيزو واضح قوي يعني، زيزو معاهم ونجم بس برضه مش هو السوبر ستار. كان في مصطفى محمد واوباما كان متعلق، الله يفتح عليك، فكان في ناس، وعبد الشافي لما واحد يتعب بيميل على التاني، لا في اتنين تلاته شايلينه يعني. شلبي ده لو عمل كده، لا كان بيبقى في بن شرقي، في مش عارف مين، وفي الاهلي دلوقتي كده كابتن. انت الاهلي الدكه اللي عنده برضه رضا سليم، عنده طاهر فايق الفتره دي، عنده داري ده لو ما لعبش هو مساك وينزل ويعرف، لا عنده بدايل الاهلي، ده اللي هيميزه عن الزمالك. الزمالك لو خرج واحد ونزل واحد، زياد بعيد، مش عارف مين بعيد. طيب استاذ بديغ، هل الاهلي عنده ثغرات يلعب على الزمالك؟ اكيد طبعا، واهم ثغره يا استاذ محمد يعني الثقه الزياده، واللي حصل في اتحاد الجزائر لو تفتكر، انه الاهلي احتفل قبل الماتش وكان بيفكروا هيعملوا ازاي التيشيرتات، ففي حاله يعني حاله من الاحساس عند لعيبه الاهلي، حتى يعني مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب نفسه كان زعلان على الحته دي، قال لك لا احنا الماتش مش مضمون ولازم تلعبوا ولازم تأدوا. فالبعض يعني الاحساس وصل لبعض اللعيبه ان احنا امام مباراه تاريخيه، ممكن نعمل سكور تاريخي على لعيبه الزمالك، فقد يكون السبب ده، وانه النادي الاهلي بيفكر يعني لعيبه الاهلي ازاي تعمل سكور تاريخي، زي ما قال الكابتن بيحسبوها فروق فرديه ليهم والحاجات اللي زي كده، قد يحدث اندفاع في الملعب، وانت رامي ربيع دلوقتي الراجل بقى هداف، فقد يحدث الاندفاع ده من لعيبه الاهلي يعني بحثا عن انتصار تاريخي. يعني الكابتن عبد الجليل وناس كده بتقول لك الاهلي في اول نص ساعه ممكن يعني لو جاب اهداف ممكن يعمل فوز تاريخي، فالنقطه دي موجوده في ذهن لعيبه الاهلي. طب ما دي ميزه، ما انا بقول لك، بس وممكن الاندفاع ده يكون اندفاع
يبقى ان الزمالك يستغله في تسجيل هدف مبكر. لا الاهلي مش فرقه صغيره عشان يندفع كده. ما هو ده اللي حصل، بقول لك الثقه الزياده دي الاهلي دفع ثمنها قبل كده مع في مع الفريق الجزائر. بس الاتحاد العاصمه كسب ببنالتي يعني، في كان الاهلي افضل كتير. ما في الاخر خلاص كتير كانت ضايعه. ما احنا في الاخر ما هو استاذ بليد الاهلي مش هيكسب كل الماتشات وكل البطولات. ده كل 10 سنين لازم تطير منه بطوله. ده ان شاء الله ماشي، احنا نتمنى برضك البطوله دي اللي تطير. ما انا معاك. ما انا معاك، ما لسه يعني خلاف 10 ايام برضك تطير بطوله عادي. يعني مش هياخد بطولتين في 10 ايام. لا بص فممكن تطير ممكن تطير بطولة. يطير دوري، ممكن يطير كاس. لسه احتفال بالتتويج بالدوري يعني. لا ده احتفال. احتفال ما انا بقولك يحمل يحمل يا استاذ محمد، انا اقصد يحمل درع وكاس في 10 ايام. 10 ايام الاهلي واخد الدوري من شهر 7. بس شال التتويج كان امتى؟ ده بس الاحتفال. انا بحكي على التتويج. من ده سلام الدرع وهو عينهم فيه الدرع اتخلع يعني التتويج في شهر 7 ده باستلام. انا بالك الاستلام استلام الدرع وحفله التتويج. ما انتوا عليكم فيها في اسبوع واحد في 10 ايام نصين الدرع اتقسم نصين. اه بصصوا نصين فيه. ما هو بعدين درع جديد وشكله حلو. لا 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 بس حكيت فطبعا اتقسم. ما دي عين، دي الاسمى دي عين. امر رفضه. خلي بالك انا دايما يعني مع انا شوف الدرع القديم كان بيديك هويه، لكن انت فكره الحداثه وان انت بتجيب حاجه وبترسمها الدرع شكله حلو. بس ده في تعاطف معانا مع الدرع القديم ده. اي واحد مصري بيشوف الدرع القديم ده تعاطف معاه، ممكن تطور شكله ممكن تحافظ عليه. يعني احنا الواحد لما كان راح فرنسا كل اعتزازهم بالحاجات القديمه، يعني بالمباني القديمه بالحاجات القديمه، مش اعتزازهم بالحاجات الله الحديثه. استاذ محمد عارف الدرع لما كنا نشوفه يعني ده اللي هو ده القديم ده في حاله عاطفيه وبينه وتاريخ ما بيتشالش. بس ايه مسنود كده ومسنود بخشبه كده ومطبطب عليه يا عيني على حلو لما تبهدله الايام. ده اتشال وهتكسر والله. لا التطوير حلو بس عارف انت الهويه بتاعتك. فاكر زمان كنا بنجيب يعني ده في تعاطف الصفيح دي وندقها، هما كانوا بيجيبوا بتاع مدوره كده ويكتبوا عليها بطل سنه كذا مثلا الاهلي ويتغير لازقينه على البتاع. الدرع ده كده برضو. اه هو الجديد ده كده مكتوب عليه برضو. بيتكتب عليه طبعا. ما هو في فراغات فوق عليه. اي درع ما في فراغات يلا فوق. يلا عد بقى ما ده الاول اهو. فانا يعني لو حصل اندفاع من لعيبه الاهلي او انه حسوا انه الماتش ممكن سهل. اه طبعا في زي ما بقول لك الكابتن الخطيب نفسه اتكلم معاهم. انت قصدك ان الثغره اللي انت شايفها ممكن الأهلي. ممكن اندفاع لعيبه الاهلي والزمالك يستغل ده في هجمه مرتده يبقى انت فكرك لعيبه الاهلي من دلوقتي لغايه ماتش الزمالك واثقين وي ده. بص انا هقول لك على السيناريوهات. انا انت بقول لك سيناريوهات، انا بحكي لك على اخبار. ده عامل قلت الكابتن الخطيب نفسه قاعد معاهم ركزوا ومفيش يا كابتن. انا بقول لك الكابتن الخطيب قبل ما يسافر قاعد معاهم عشان السبب ده برضه فوقهم. يعني في كان جلسات ان هو انت بتقول جلسات تحفيزيه في الزمالك، بس جلسات تفويل اللعيبه في النادي الاهلي دي كانت موجوده. انت عارف راجل غير الماتش سهل مش سهل. غير برنامج التدريب لما الاهلي لعب مع جورمايا وكسب وبيحتفل بال زي ما بيقول بليغ استلام الدرع، تاني يوم اصر يتمرن عشان يخرجوا من يكسر الاجواء الاحتفاليه. كان تاني يوم اجازه فعشان ما يعشوش الاحتفال كمان في الاجازه. وكولر ما غير الاجازه تاني يوم. كابتن الخطيب ولا قال له انا هجيب لك الكاس واجيب لك اللعيبه واروح لك هنا وهنا. لا الناس دي بتشتغل كده. انا التصريح بتاع جوميز ووعد الناس وانا هرجع واروح هنا. طب انت رايح فين هنا؟ طب ارجع لجمهور الزمالك في انت رايح لبيت ممدوح بيبقى عني بالاحترام كل الناس مش رئيس النادي. طب او مشجع النادي ما ينفعش تصريح زي نادي كبير نادي كاس ده لو خدوه يعني يرجعوا بيه متعوبه ويحتفلوا بيه زي ما كلنا بنعمل. لما بنروحش بيوت حد ما بنروحش فيلا لحد ما بنروحش نهدي الكاس لحد. بليغ الكاس ده للجماهير وليس لي.